ايه دروكبا تحادو كاتو زوينه ما ترجلو معانا شويه يا صاحبي، ترجلو معانا شويه، جبعتنا قرف طير جنه. جاهزون يا اطفال؟ اي اي كابتن. لا اسمعكم. اي اي كابتن. ازمان الله 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 مشى ما لقى بيش هاد اللوم مالك يا مال بعد دانيك وما البيضة يسوق في حاج على الله 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 اكبر الله اكبر عليك ايه الحلاوة دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله يا رب. اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. اوف ويش هاد الاداء؟ I am on fire tonight. Yo, what's up my boys? لاباس عليكم بخير، كلشي مزيان. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم كيف الحال اللي كيكون شي فيديو زوين على بيس راني كنديرو اوف كورس مع تفتيح باكاجات مع حصول اللاعب دروكبا. واخيرا من بعد يعني على الاقل شويه الحظ بدا كيبتسم لينا، ممكن خدينا دروكبا غنديرو ليه واحد التجربه وغادي تشوفوا معايا دابا تفتيح الباكاجات ديال الكونت الاحتياطي هو الاول. ما حد يجمع 250 كوينز من الاحداث والتسجيل الدخول. غادي ندير لكم بعد كده الباك ديال لعبة الاسبوع هو الاول، عاد ديك الساعات غادي نمشيو الاخرين اللي حاليا باقي نيستا. يعني نيستا ما بغيناش نفلتو، انا ديجا فتحت الباك 180 بلاتي جوج فتحات، يعني باقي 148 لعاب من 150. سو ما عرفتش واش غيجي فيا نيستا من الفيديو معاكم ولا لا. وعاد ديك الساعات انا غنوريكم الايكيب الاحتياطيه كيفاش ولات، من بعد عاد باش غنمشيو للايكيب الاساسيه غنجربو فيها دروكبا ونلعبو شي ماتش في الديفيجن باش نعاود ثاني نشوف الاداء ديالي واش غادي في التطور ولا باقي كيما انا. اوكي اللي كيشوفني اول مره ما تنساش واحد لايك سبسكرايب كومنت. ليتس جو تو اول فيديو. اوكي عندك هنا هاو الباك ديال لعاب الاسبوع هو الاول، حطو فيه فينيسيوس. وخا ديجا فينيسيوس دابا راه خدينا من واحد المتجر ديال النقط، دابا نوري لكم. المهم فينيسيوس، نيكولاس جاكسون، داروين نونيز. انا بغيت غير يطيح فيا مثلا هاد خونا البارسا جديد بابلو توري ولا فينيسيوس نيت، حيت هو الاول البطاقة عندو تاهي زوين، تقدر توصل 101 102. اوكي بسم الله نبدا ليتس كو. عاد عاد بيجي فينيسيوس ان شاء الله. من البداية تاع تفتيح باكاج ديال الهايلايتس غادي نشوف الزهر ديالنا هاد الليلة واش زوين ولا لا. شيت جا فيا مو سبورتي ليسبون نايس، يعني زرقين يا بوي. وهذا فين كاين؟ وهذا فين كاين؟ هذا جا من الصف الاول، كون عطيتونا فينيسيوس اصاحبي. خاو ديجا كاين في ديك الهايلايت، شوفوا السينيستا واش غيجي ولا لا. داكشي تو زهرك الله اعلم، تقدر تكون هايلايت كيما قلت لكم. اللي كان هايلايت راه غنمازال ندير 100 سبين 100 سبين 100 كوينز اخرى ماشي هايلايت. اليكسيس شانس سانشيز ويلي باقي هنا ابني تيزلين باقي تيقصر. اوكي نيستا نيستا راه مكانش شي ديستروي في حساب الاحتياطي، واخا يكون شي واحد فيهم كيما كان من الثلاثة هادو نهار اللي جا مرحبا. بسم الله تا الكونت الأساسي أصلا أنا باقي ما خديت شي واحد بالدبل بوستر تقريبا إلا ديك ريبيري ودروكبا اللي عطاونا فابور، ما بغيتش حاجة فلوس. ميتة كاع المحاولة الأخرى بعدا كانت فيها شوية الضو برمل. أوكي جانا برمل. لاحظت واحد الحاجه بان الناس اللي دايرين زعما الدوله اليابان انا عاطينهم هاد التحدي هاد ديال التورنوا ديالهم ما عرفت شنو هادشي، وفاش بغيت ندخل ما خلاونيش حيت على حسب الفي بي ان يو نو، وعاطين هنايا حتى التحدي ديالهم. دابا نوريكم الفرق ما بين اليابان وما بين الجلوبال يعني بي اس العالميه اللي حتى حنايا واخدين. دابا هنا اللي كيدير الدوله اليابانيه واللي كيكون عنده في بي ان ياباني كيبقاو يطلعوا لي بحال هادشي، يعني هاد الحدث هذا ما دايرينوش لينا. وتا هاد الحدث الياباني تا هو فيه تشكيلة كاملة يابانية باش ناخدو حنايا هاد الباك اللي حليني عليه فين كاين فينيسيوس، تا هو ما عندناش حنايا تما، حنا داير لينا ناسيونال ديال الطاليان، جنسية إيطالية. عاد تونت الباير صراحة ما قصرتش عليه. المهم نوريكم دابا الإيكيب عندي كيفاش ولات الاحتياطية. Here we go.
هنا كنت لعبت واحد التحدي داكشي عجبان هنايا زعما كوستا داخل. المهم حاليا كيف ما كتشوفوا معايا ديال الخطه اللي كنقصر بها يعني التشكيله ما بيهاش. اوكي بالنسبه لهاد اللاعب الجديد اللي جا فينا هاد راس حرب نشوف الطاقات ديالو البلان كيفاش شنو السيل ديالو جول بوتشر. اوكي وعي شويه لا باس به فينيش 88 كاين حتى شي سرعه والو سبيد ناقص معتدل ماشي شي حاجه. غندير مبابي تما راس حربة مع ريبيري كنبقى نسويت شي بيناتهم بزاف دابا بحال هاد الجوج هادو باق بحال هكا هادا تا هو هنا كنجيب مثلا هنايا ساني عطا الله ما يدار في هاد ليكيب مبيهاش نردو دابا ريبيري هنايا ما علينا. دابا غنمشيو ننتقلو لليكيب الأساسية ليتس كو. المهم الخوت ليكيب الأساسية هي هادي زعما الكونت الأساسي هو هادا. بالنسبة لفينيسيوس اللي عطاونا راه ديجا كنت خديتو هاد نسخة الهايلايت صالح انا بحال كتشد نيمار كتخرجو كتدخل نيمار اخر كاملين ناضي عندهم نفس المهارات نيمار وفينيسيوس شوية في المهارات كيتشافو ولكن نيمار كان موهبة صراحة ضيع راسو اعتزل البكري ما علينا. عندنا واحد يعني باك كيف ما في الكونت الاحتياطي كاين هاد الباك هذا يعني فابور سو غادي نبداو به هو الاول ان شاء الله. بالنسبه للكوينز الا لاحظتوا راني جامع 1000 كوينز على قبل هذاك السينيمار ها ميسي راه خلاص وحطوا تباك فيرناندو توريس يعني كيجي مع 4000 فوا 6 من التدريبات وفيرناندو توريس دبل بوستر مع تشيلسي يعني كان في اوج العطاء ديالو كما كيقولوا برايم. عندنا هنايا نيمار هو اللي غادي نحاول ناخذ ب 1800 كوينز يعني ما بقى والو بقى شي حاجه قليله قد تقريبا شي 700 بحال هكا 700 كوينز صافي ونشريو الباك. نمشيو دابا الباكاج ديال لعبة الاسبوع ليتس جو شوفوا فيني واش غيطيح هنا ولا. اوكي اوكي ما جاش في اساسي وما جاش في احتياط جاب الله خدينا ديك البطاقه الهايلايت ديال مارتينيز تحت بعد الاخر عطاوني هاد الفوق اودي ما علينا حتى شي بوستر ما خديناش هادو ما كاينش سبينيو عليهم كي والو هنا اوف كورس ما سبينيش في كونت الاساسي كنت باغي نجمع كوينز كلشي على قبل نيمار. اوكي بسم الله نشوفو البلان الاكيب الاساسي نوريكم هادي التشكيلة اللي وليت كنلعب بها حاليا وها هو فينيسيوس كما كتشوفو معايا هنا لعب معايا بحال ربعة الماتشات على باركيت بي بيت واحد. المهم كنت جربتو اوف كورس الطاقات ديالو كيف ما كتشوفو كدريب لي مساحات ضيقة بول كونترول يعني قاع داكشي عندو مزيان. الكول 77 شوية الفينيش 81 السرعة والتسارع على هاد الكل بلا ما ندوي عليهم مع المهارات ديال سبيشال دبل تاتش وكاع المهارات الناضين اللي كاينين عند نيمار وفينيسيوس جوج بعد جوج كيتشابو سبحان الله ما علينا بديتكم غنمشيو دابا ديفيد اح كنسيت دروكبا هاديك راه هو علاش اصلا حنا دايرين الفيديو 93 وعي هجومي 96 فينيش الهيدين 93 الكور 85 و لا 85 ديال الكوفرات الكور 81 بالنسبة كيكين باور 93 بقاز جامبين 90 فيزيكال كونتاكت 95 ودابا الفيزيكال كونتاكت راه ولات شي حاجه اللي مهمه بيس سو so, انا في بالبوستر العشوائي بقيت كنجرب حتى طاحت في هذا البوستر هذا ديال فري كيك يعني تاع الكوفرات اللي زادت ليه الفينيش وزادت ليه حتى الكيكين باور الدقه ناضيه لكن بقوه مع المدرب ديال صربيا اللي كيزيد نقطه واحده في كيكين باور يعني بلاص ما تكون عنده 93 ولا تعدو 95 الدوبلات فوق جوج مرات. اوكي دابا غنمشيو للديفيجن هنا اوف كورس راه حديت كاع ديك الكوينز المهام داكشي المال ما كاين ما يدار فهمتي نو كلشي دغيا كتحدو. حنا دابا فين حنا في الديفيجن 4 نشوفو واش غادي عاوتاني نحاول انا نصعدو الديفيجن 3 واش غيمكن لينا في هذا الفيديو ولا يوقع لينا في بحال اخر فيديو في بي اس اللي قبل ما ندير لكم مباراه تاع كاس العالم. اوف كورس اللي ما شافش هذا الفيديو راه غنخليه لكم في الاخر تاع هذا المقطع اولا في الديسكريبشن اولا هنا ليتس جو بغينا غير نشوفو واش ديفيجن 3 غنقدو نوصلو ليها ولا لا ان شاء الله نوصلو ليها. نشوفو الاسهم طاقات اللعابه نيكولاس اوتوميندي باغي يقصر دابا المشكله انه هذا ديستروير
وإذا درتو مع ديستروير آخر ما غتجيش. سو نقدر ندير بيناتهم سونجو. أوكي نشوفو تشكيلة الخصم. أغلبية لعبة بيسك يعني. يلا يقدر يكون يلا بادي الكونتي شوية جمع البداية تاع بي 27 باش خدا نيمار وكوستا كورتا. هو ايوا هو بدي هو بادي خونه بدي سخونه. لا 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 نادي كاسياس سي سي خونا والله تاع اللي قلت لكم. واو 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 بالك كيهجم انا هجموت حنا شويه. ها ودي غريزمان واش عنده الضغط بزاف عنده استحواذ واش دير هاد الخطه هاد واو 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 نفسه شويه اولا ما كاينش واش هاد اللعابه تقادو عندي ولا كيفاش بيت باينه والله حتى كاسياس هزنا. طب ميس سيد دروك فينيسيوس يلا ميسي ديالك لحظتك يلا مزيان سيري واي يلا جيت باسي وانا نلعب مع قاسح خونا. محشومة عليك كوستا كورتا محشومة عليك محشومة عليك يا سيسيس ايوا دروكبا العز فاموس كامبيون ليتس جو نادي دروكبا واو واو على بديا زوينة قويت في البروسة تعمرت بزاف كان خصني ندير شوية but it's okay nice try by the way nice حيت صداع دروغوا جمب نايس يا دروغوا سير 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 اه كومبايدو درت فيك شوت ولكن ما صدقاتش قد دقيقة اصلا سير على هاي صفر دابا صفر حتى للطلعة ديالي لوجيك التحركات ديالو داكشي اللي كيديفونسي هو هجوميين ودفاعيين زوين ايوا كتباين مبغيتش نتيري انا كتباين نقلب شي واحد هادشي كيعجبني انا المتعة ديالي في انني نقلب عاد نتيري حمس انت يدي نيشان يلا كاسياس والله لا اعتقني كاسياس بزاف هاد الماتش نو 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 سير لي فوق فوق عاود هبط هنا هنا ايوا هو البيت واو كاسياس خصني تبقى نغلط هنايا غريزمان تعيق بيا دابا هو التحركات اه او كوف راح هكا واحد واحد الله عليك ميسي كاين الضحك دابا صافي تشيل كاين الضحك نبقى نقلب انايا وراه كدا غيجيب عليا التعادل اللهم نزرب عليه في الدقيقة الأخرى نزيدو بيت نايس يلا ما بولس هاي غليت سونتر اوكي ميسي على اسيست حط لي واو 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 والله جا كاسياس بزاف هاد الماتش هذا واو واو كاسياس نجم مباراة خصهم والله تخصهم يعطيو نجم مباراة برب كاسياس واو جريت جول كيبر والله زعما اللي ما جاش فيه في هاد بيس 24 قبل ما تسالي غادي يحطوا لي شي نسخه ديال هكا
بي 25 دبل بوست، ولكن هذه النسخة هذه واو هي الطوب ديال الطوب ديال حتى في المنتخب الاسباني ملي كان دا كاس العالم. الا خرجت كلين شيت في هذا الماتش راه بفضل كاسياس ماشي الدفاع الصراحه. يعز كلين شيت ابوي كاسياس نشوفوا شكون نجم والله حتى هو ياك هو هو اللي بان فيه. شحال من تصدي شحال من تصدي دار واو هذا بزاف كاسياس التصدي دار. انا نشوفوا دابا باش نشوفوا واش بصح نيت ولا والله حتى هو بالله والله هذا آه شي انقادات واو فين يبان ديك السلبيه ديال دروغبا وجهه. شحال من سيف او ماي جاد واو خدا باك تاع ميسي. شكون لعب من غير ميسي في ديك الباك؟ حتى واحد. نافاس لي دو سونجو صافي ما تبقى كلشي امشي عادي يعني ماشي شي حاجه تا ميسي اللي واخدو جديد. ما علينا التزم بنفس الخطه تنشوف الى بالي شي تكتيك اخر شي تكنيك شي خطه اخرى مزيانه راه غندير. هاد الساعه عجبني جوج من دي ام اف كازاميرو وستونز، خصوصا ان كازاميرو عطيتو تعليمات لانه يبقى في الديب لاين، يعني اي هجمه هجمه الخصم وكره كنت فقدتها غادي كازاميرو يولي بحال هو المهاجم الخامس، يعني ما بقاوش غادي تلعب بربعة جوج 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 او تلعب خمسة. بسم الله هاد الماتش غادي يكون فيه ان بويتان. هاي 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 اكروباتيك كليرانس يا كازا يا كنت كنشكر فيك. دابا اش هاد الغلطات اش هاد العيبات واه مارسيليا تيرن عنده نايس سير يا فيني فينيسيوس تحركاتو زوين بلوكاني عاوتاني. هذا عنده البلوكاج هذا كيعرف يخدم الدفاع تا حالي كيخدم ماتش اب زوين كروس زوين من توني كروس ما وصل على ستونز شو ما سي ستونز نايس وايل كوفراي ميسي نايس تا غريزمان شي واحد ايوا فيني ناضي يا عيني الى دوزيام مات. شوفوا هنا استحواذ عند من عندي الله نحاول نحافظوا على هذه الوتيره. كي جيتكم اللغه العربيه عاوتاني خدام انا سعد فين لا وصلت وصلت بس يلا فين الله دروغبا ايوا دروغبا ايوا دروغبا العز دروغبا ما عرفتش شحال من راسيه باركا معايا دروغبا والله ما عرفتش ما عرفتش اوف ذا كاميرا زعما ولكن نادي دروغبا نادي 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 و باسي تشيس روبرتو كارلوس كي مزيان سير سير فينيسيوس لا لا ايوا اون جول روبرتو كارلوس بدا كيبان المهارات البرازيليه ديالو شوفوا استراتيجية عاوتاني شوف نديرو 6 يارد بوكس نديرو قدم خارجية باش يبروسي بها من تما طق يلا سي دروغبا واو عندي فاي بونت انا ودابا دروغبا والله حتى دروغبا واعر صالح اللي جا فيه دروغبا والله حتى واعر عقبي جابا لا صاحبي ضربها برجلك هذا المرة شو مال كالما 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 فينيسيوس كالما فينيسيوس شيت الله غنبروسي فاك اجي نيمار ياك ما شرب باك نيمار تا هو ما شتوش احق نيمار دوجا سانتوس
ليفاندوكسا ويا كاسياس واو الله حتى كاسياس عاتقني واحد الاعتاق يا سلام يا سلام عليك يا كاسياس يا ايكاري يا محتوى يا ناضي دج شو الجامب شو الهيدين كي دايره شو التحليق في الهواء واو ولحد الان باقي منبهر من اداء دروكبا معايا واخا عنده 36 عام الماتش الثاني داز بسلام تنشوفوا الماتش الثالث شوفوا بعد الديفيجن واش قربنا نطلعوا ليه ولا لا خاص مازال 4 نقاط باش نوصلوا ل 10 باش ندوزوا الخطه ديالو لا باس بها جا عندو موسيالا نايس هو الطوب في داك الباك اللي كان داز لعب الاسبوع اللي فات عطا لي عامر عاوتاني ياك المرض بيتي واو يا كاسياس عاوتاني يا ربي السلام السلام اوه النقل الله 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 مشى ما لقى بيش هاد اللوم مالك يا مال بعد داني خوما البياض يسوق في حاج على الله 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 اكبر الله اكبر عليك ايه الحلاوه دي لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله يا رب اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله اوف وليش هذا الاداء اي ام اون فاير تنايت واو صليبا غير زع غير زع زع انت زع خلي كوستا كورتا معي بيت انا كاسياس راه ما كاس نزين عندك ونبوزو دخل مبابي يا سلام يا كاسياس الله يعني. فهذا ديفلوبا وكاسياس فهاد ليلة الخميس الخميس اللي فات زعما معاش انتصار الثالث على التوالي بدون هزيمة غريزمان الهدف هدف ناضي جدا واو 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 جاب الله ما شقمنيش هذا داخل سخون دروكبا كيف العادة يا إلهي ما هذا يا سادة مزوز أنا بيت دوماج 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 ولكن راه باينة راه بقى بوحدو يا دروكبا تحركات زوينة ثم ترجلوا معنا شوية يا صاحبي ترجلوا معنا شوية جبعتنا قرف طير جنة جاهزون يا أطفال أي أي كابتن لا أسمعكم العز بلوكاها بشوية يعني وباكا غريزمان ملي شريتو هذاك الباك تاع فرنسا بيس 24 ملي شريتو هو اساسي ما كيتحيدش من ايكيب ناضي فينيسيوس اورجي كون صحابني كون درت ها بيلانتي ويلي لقري انا روبرتو كارلوس يلا هادي بادي كون كذب هادي هادي ولا هادي هي لمن العز فاموس 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 صافي هي الاحتفاليات السعودية الدول يعني صافي يعني الشباب طلعنا معاكم في الفيديو الديفيجن 3 مع الاكيب الجديدة ديالنا عز كابيون فاموس تقريبا يعني ما درناش واحد التغييرات بزاف صراحة الاكيب حسيت بها عندي تطورات بزاف تناغم ولاو متجانس اي هاي سيلف تاع الاحتفالية خصهم يزيدو فيها شوية انيماسيون كثر هذه الاحتفالية اللي كانت ديجا في اي صعود للدولة من الكاميرا كتحرك اما زادو تحرك الاصابع ومع الجرافيك هاي اللعيبات صالح هادشي واو ايوا الخوت خصني نجيبو رانكين 1500 باش نصعدو للديفيجن جوج هادشي ان شاء الله غنخلي حتى الفيديو الجاي ما تعرفو الفيديو الجاي على بي اس يقدر يكون هو تفتيح الباك ديال نيمار ونشوفو المستوى ديالو في هذيك الحزمة واش يستحق انه يتشرى ولا لا المهم الفيديو الجاي تفتح باك على نيمار نشوفكم تهلاو فراسكم وبيسا تنقول لكم نشوفكم الفيديو الجاي وانا قلت الفيديو شحال مره وات ذا فاك